من العالم ظاهره هيك. شو بيقولوا عليك الناس؟ انت وجهك شو تعبان؟ وعيونك عيونك منفخه كانك واعيه من النوم. لا 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 لازم تحطي على القليله شويه ميك اب شوي بس ما حدا حيلاحظ. شو انت رايحه على عزاء؟ شو هالعبايه هاي؟ شو شكلك فيها مثلك؟ بدك اصحابك يتمسخروا عليك؟ شو بدك اياهم يقولوا عنك؟ ما لقيت تلبس غير عبايه الماما؟ لازم الاقي لك عبايه يكون تلبقلك. بعدين مين قال لك انه الحجاب لازم يغطي كل شعرك؟ لا هالحياه شوي شباب ما رح ياكلوكي. شفتي؟ هلا صرت تكونوا مثل القمر، حجابك مثل ما هو. يلا يلا انا نازله. قال حجاب قال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.